راه ما كندير ادماج حتى خصني نرصد جميع الموارد. الادماج لا سيروه شخصيه، ما كيدوزش شخص شي بلا شخص اخر، هو الشخص هو اللي خصو كيدوز. لا كنتي رحمي ايسا الموارد بطريقه بلا مجزاه اي مفككه بلا مورد مورد بطريقه منفصله، من بعد يتم الربط بين هذه الموارد التوليف والتنسيق بينها والتوليف بينها على اساس في الاخر ديال الاسبوع السادس كيكون التلميذ يستطيع التلميذ باش كيعبر من الموارد ديالو وتمضي بها بشكل مدمج ولا بشكل مضاد من اجل حل الوضعيه الادماجيه. مثلا الخطاب كاين القاعده الاولى في الطاقه انسان الموارد المزدحمه، ثم ايجاد علاقات بين الربط بين هذه الموارد، التنسيق بين هذه الموارد والتوليف بينها من اجل القدره على تعبئه هذه الموارد اثناء اسبوعي الادماج من اجل حل الوضعيه المطروحه لديها. هذه تسمى سيارات الادماج من الاسبوع الاول الى هنا الاولى شويه السابعه الى الاسبوع السابع والثامن. اصناف الانشطه التي تساعد على اقصاء الموارد كنا كنعرفوها، كاين انشطه استكشافيه، كاين انشطه التعلم المتطرف، كاين انشطه الهيكله والتوليف، وكاين انشطه التقويم والمعالجه هذا كنا كنعرفوهم، لكن التعريف ديال كل نوع ديال النشاط لماذا يصبح النشاط الاستكشافي والانشطه الاستكشافيه كاين امثله هنايا، كاين انشطه ديال التعلم المنتظم اش كتعني وكاين امثله، كاين انشطه الربط والتوليف كنا كنعرفوها والامثله من خلالها لدى عليها ذكراتها، وكاين انشطه التقويم والمعالجه اللي تستدعي إرساء الموارد للجوء إلى التقويم، ولا كندير التقويم أثناء إرساء الموارد، ولا كندير التمارين العادية، بعدا كنسمو التمارين العادية، كاين تمارين تطبيقية، تمارين توليفية، كاين اختبارات، كاين مقالية، كاين مسائل، كاين وثائق بسيطة، يعني درجة التركيب ديالها ماشي مركبة ماشي معقدة، كاين أنواع ديال المعالجة، كاين المعالجة الفورية للمعالجة المدمجة اللي كتكون هي المعالجة اللحظية اللي كيقوم بها الأستاذ أثناء بناء المفهوم، أثناء تقديم المفهوم، ولا حتى يكون مثلا بعد الحل يكون أثناء إزالة بعض الأنشطة، وكاين الأنشطة المركزة ولا المعالجة المركزة ولا المعالجة الهادفة هي التي يقوم بها الأستاذ حين بعد التقويم، والتي يعد لها واحد العدة مناسبة، عدة من الأنشطة مناسبة. خلاصة لا يفترض إرساء الموارد أولا وضع المتعلمين في وضعيات فهم أن يكونوا نشيطين فرديين أو في مجموعات. ضروري التدريج يسموا في واحد الوضعية باش هو كيخاف في العمل. إقامة علاقات بين المكتسبات الجديدة والمكتسبات لدى المتعلمين. كاين إثارة انتباه المتعلمين إلى استثمار مكتسباتهم والانطلاق من وضعية مشكلة واستثمار أنشطة بطريقة مشجعة على التعلم والتقويم الذاتي. أشياء من أقوى لا داعي للمراجعة. نمر الآن آخر عقد اليوم اليوم الرابع. المعالجة. المعالجة في إطار دورة الإدماج، المعالجة من أجل مرافقة المتعلم، لأن كل المعالجة أثناء من أجل مرافقة المعلم، من أجل تجاوز التعثرات التي تقوم أمام المتعلم من أثناء المعالجة. المعالجة للمعالجة هي سيرورة تالية عملية كتير من بعد عملية التقويم التقويم. وكيقوم بالتقويم التقويم كرسل الصعوبات التي تقف امام التلميذ، وذلك من خلال استخراج بيانات ومعلومات من الانتاج المتعلم، واخترق هنا حلول لتجاوز هذا الخلل. كاين تعتمد المعالجه في الخطوات التاليه، كاين تشخيص الاخطاء وتصنيفها، اولا بعدا كنصح الاوراق للتلميذ من خلال المنتوج التلميذ، هنا اقوم بتشخيص الاخطاء وكنسمي الاخطاء، انتقاء الاخطاء ذات الاولويه التي يجب معالجتها، اي التواتر وتاثير التعلمات،
كاين اعداد خطه مناسبه للمعالجه. وكنبغيش هذه المعالجه ضمن تدبير اسبوعي كامل ماشي. وخصني نفذ هذه الخطه. ماذا نقوم بالمعالجه؟ خصني اقوم بتتبع ماذا؟ فعاليه هذه المعالجه، يعني تتبع اثر المعالجه. الاقتراحات للمعالجات الناجحه لا تعتبر الاخطاء جزء لا يتجزا من التعلم. وتتطلب معالجتها وقتا، لذا ليس من الضروري التدخل دائما او التدخل بسرعه وعند كل خطا. نحتاج المعالجه حين يكون الخطا عائقا لمواساه التعلم. ليكون خطا متواتر. وحين يكون اخطاء ظرفيه. مثلا في بعض التعليمات اثناء التعلم بعض التعليمات تكون غير مفهومه غير واضحه او التعليمات قابله للتاويل سند غير واضح فهم خاطئ للمهمه المطلوبه من التلميذ لا تتطلب واحد المعالجه هنا اقوم بواحد التعديل بسيط اي اما تعديل في السند ولا في تفريغ المهمه ولا في التعليم ولا شرح التعليم كاين انماط المعالجه كاين قلنا كاين جوج معالجات كاين اربعة انماط لكن المعالجة اللي غنشرحها هنايا كاين المعالجة المدمجة وكاين المعالجة الهادفة ولا المعالجة المركزة المعالجة المدمجة التي تكون اثناء التعلم والمعالجة المركزة او المعالجة الهادفة هي التي تكون بعد التقويم والتي تستوجب اعداد عدة مناسبة لهذه المعالجة قد النمط الثالث للمعالجة المؤسساتية والتي يتم تقديمها داخل المؤسسة هنا يمكن أن تراقب بأطراف آخر المشاريع تقوم بها هنا تلفيت تم المتعثرين وسيسلم إلى شخص آخر يتم المعالجة وكاين المعالجة المتخصصة هي التي تهم ضعفاء اما المتعلمين الذين لهم عوائق اما في السمع ولا في النطق ولا في المتخصصين خارجين على المؤسسه. المعالجه المدمجه هي لا تعتبر مستشفى اولين كما شفنا تتم المعالجه اثناء مرحله انتاج الاعمال من قبل المتعلمين تحقق مطابقه الانتاج لما هو منتظر هنا من اجل تحسين المنتوج ديال التلميذ والمعالجه المدمجه كما قلنا هنايا من اجل ماشي كنعالج وكنطلب التلميذ كنعالج كنطلب واحد المعالجه وكنطلب التلميذ من بعد هذه المعالجه ذاك المنتوج ديالو كيعاود يعاود يسيرو بطريقه اخرى من اجل تجاوز التعثرات الاخطاء التي ارتكبها في المعالجه الهادفه هنا هذه المعالجه الهادفه تعتبر واحد التشخيص دقيق كتشد الاشخاص كلها الاخطاء كلها الاكثر شيوعا والتي تكون عائقا امام التلميذ وهنا اثناء حصص المعالجه كنحاول باش كنقلب على نوجد واحد العده واحد الانشطه الهادفه التي تمكن التلميذ من تجاوز التعثرات اللي كاين عندك كاين المعالجه المؤسساتيه كما قلنا هي التي تكون اثناء غالبا تكون داخل المؤسسه كوبوي افراد اخرين. كاين معالجه مختصه هي المعالجه التي تسند الى اطر خارج المؤسسه كما قلنا اما في النطق ولا في بعض الحالات في الحركه في السمع. لما تكون فيها مجال التطبيق. كاين معالجه مرتبه تبع للاخطاء ومصادرها. كاين جزء كبير كاين تكون حديثا نوع من الاخطاء والمصادر وكاين نوع المعالجه. إذا كان خطأ عرضي لا نتيجة عوامل مرتبطة بالسيارة دون معالجة فورية لها تأثير على متابعة التعلمات تكون معالجة مدمجة كاين خطأ متكرر يكون منذ زمن بعيد ولا منذ زمن قريب إذا كان منذ زمن بعيد إذا كانت عنده عواقب ولا ما عندوش عواقب إذا كانت عنده ما عندوش عواقب تكون معالجة ضرورية لاحقة والمعالجة المؤسساتية إذا كان عنده عواقب مهمة لا تكون معالجة دقيقة ومتخصصة كاين منذ زمن قريب لا يمكن ان تزول هذه التعلمات لاحقا دون معالجه فوريه ولا يجب معالجتها في الحين هي تكون معالجه هادفه
لا كمثال لمجموعة ديال التلام متعلمين، لكن هاد التجربة اللي كيبين لها التلام